بنتكلم في دعم الكهرباء بيتحط 30 مليار جنيه، طبعا في برنامج لاصلاح بالنسبه للكهرباء والبترول عن طريق برامج لزياده الاسعار، ولكن ما زال بيتحط في الكهرباء السنه الجايه 30 مليار. دعم البترول بنتكلم من 35 ل 40 مليار جنيه. في دعم هل دعم النقل، البترول هينخفض ولا؟ هو المفروض انه انخفض والموازنه معموله على 40 دولار، النهارده بنتكلم في انه سعر البترول واصل ل 45 دولار 46 دولار، ولكن ما زال هناك، يعني لو بنتكلم على الوضع العالمي ما زال هناك نقاش ومجادله، هل احنا فعلا في سكه صعود او بالنسبه لاسعار البترول، ولا انه ده ممكن نعتبره يعني امر غير ناضج ان احنا الاسعار بتترد. يعني لو حضرتك بتشوفي رئيس شركه بريتش بتروليوم في شهر فبراير قال لك احنا محتاجين حمامات السباحه اللي في العالم عشان نخزن فيها المواد البتروليه، هو نفسه بعد شهرين بيرجع يقول ده احنا خلاص وطالعين والكلام ده كله. في وجهة نظر تانية بيقولوا انه اسعار البترول الحالية ما زالت انه اللي في امريكا اللي هم بتوع شيل اويل ما ليس لديهم، يعني ما تأثروش بشكل جامد، فبيقولوا انه اسعار البترول لازم تفضل عند مستوى منخفض لفترة طويلة عشان يعمل ما يسمى تكسير الامداد، او يعني في اللغه الانجليزيه سبلاي ديستركشن. اوكي، ده في صالحنا، يعني انخفاض سعر النفط ده في صالحنا لان احنا نت امبورترز، مش كده؟ احنا مستورد صافي، مستورد بالظبط كده. بالظبط كده. لكن هل في الخطه او هل في الموازنه خفض الدعم على النفط؟ لا، هو انخفض بالـ انخفاض السعر بالظبط، وليس باجراءات لخفض لا طبعا الاجراءات الاجراءات حتى هذه اللحظه يعني الاجراءات طبعا امر يعني يعني دائما ما يعني ما فيش اي نقاش حاصل فيه في الوقت الحالي، ولكن ده نتيجته انه 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 يعني فاتوره الدعم انخفض. بالظبط. انا عارفه ان عند حضرتك فلسفه لاعاده هيكله الدعم، يعني عندك فكره؟ يعني مظبوط. هو الحقيقه انه يعني في دول كتيره، يعني طبعا انا عارف انه ده بيبقى موضوع شديد الحساسيه عند الناس وخد بالك حضرتك ازاي، ولكن احنا لو بنبص في تجارب في دول كتيره، انجولا اخرها في سنه واحده رفعوا الدعم كله، الاردن رفع الدعم كله، الامارات رفعت الدعم كله، اخرها قطر ابتدوا يحرروا قطر. دي دول غنيه تستطيع. لا ده بس صحيح، بس يعني ما هو متوافر من امدادات في الطاقه سواء غاز او مواد بتروليه ضخم مهول، واخد بالك حضرتك ازاي؟ فانت لما بتيجي تعملي الكلام ده وقت ما هتعمليه، وقت ما هيترى انه يتعمل، هو لسه ما فيش نقاش مطروح ليه بأي شكل في الوقت الحالي، ولكن انت بتعمليها بطريقه فيها اسلوب سليم بحيث ان هو ما بيمسش من يعاني من هذا الامر، لانه في دراسات بتتوجد ساعات انه لو يعني في حجم استفاده لبعض اصحاب الدخول ممكن تبقى عاليه وما بتاثرش عليهم، وممكن اللي تحتك هو يكون هو اللي متاثر بشكل كبير.